السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hey everyone and welcome to Dr. Abu RTN Academy channel. Today we are going to discuss part 14 of the flower topic في برنامج التغذية العلاجية. وفي عندنا one of the confusing topics فياريت نركز فيه عشان ايه نحاول ان احنا نبسطه ونوضحه يعني. التوبيك بتاع النهارده هيكون الاستيفيشن، والاستيفيشن حسب الديفينيشن اللي موجود هنا في الكتاب في بيج 37 the mode of arrangement of sepal and petals in flower pad with respect to other member of the same whorl is known as استيفيشن. تمام، في عندي يعني different form of this definition هيوضح لنا شويه الاستيفيشن. وساعات بيسموه بدل استيفيشن سموه الاستيفيشن is the positional arrangement of the part of the flower within the flower bud before it has opened. يعني الكلام دوت او دوت الاستيفيشن دوت هو عبارة عن ترتيب الاوراق سواء كانت petals او كانت sepals، ترتيب الاوراق دي على البد اللي البد اللي هي ايه اللي هي لو انا عندي flower زي دي كده لسه مفتحتش دي اسمها البد. الوردة ما دي كده البد بس بدأت تفتح شوية، هنا دي البد ده البد برضو بس بدأت تفتح شوية، فتح هنا مقفولة لسه شوية، هنا بقت بد برضو، هنا بقت وردة اوريدي خلاص فتحت، فهي دي البد. ترتيب الأوراق في البد دي نفسها قبل لما تفتح ده بيكون بيحدد ايه موضوع الايه الاستيفيشن. وواضح احنا what we are going to discuss today. فأما نيجي نقرأ بقى مرة تانية بعد ما شفنا البد نشوف ازاي الترتيب بتاعهم، هل هم جنب بعضهم يعني مترصين كده وردة ورقة جنب بيتل جنب بيتل جنب بيتل كده، ولا بيتل واحدة تانية اوفرلاب بينهم يعني في حتة متقاطعة بين الاتنين هنا واحدة فوق التانية او كده او كده كل واحدة اوفرلاب، ولا في واحدة تحت خالص والتانيين هم اللي فوق، وبعد كده واحدة تحت تانية والاتنين هم اللي فوق، ولا العكس، ولا واحدة تحت واتنين فوق وواحدة فوق واتنين تحت، ولا ايه بالظبط؟ ده اللي احنا ايه هنشوفه دلوقتي ان شاء الله. فده بيسموه المود اوف ارينجمنت. المود اوف ارينجمنت هي طريقه الترتيب بتاعه السبلز اند باتل ان فلولار باد في داخل الايه فلولار باد اللي قلنا عليها اللي هي الايه اللي هي دي البد داخل البد دي. تمام، انت فلولار باد وذ ريسبكت تو بخصوص ذا اذر ممبرز، يعني كل واحده مين اللي جنب الثانيه، مين اللي فوق الثانيه، مين اللي في اوفرلاب حته صغيره، مين اللي تحت، مين اللي فوق، مين الانسايد، مين الاوتسايد، وهكذا. اوكي، وذ ريسبكت تو ذا اذر ممبر ان ذا سيم وور، وور اللي هي الحلقه اللي بيبقى عليها الايه البيتلز اللي مرصوصين عليها الحلقه. تمام، الوور is known as استيفيشن. يبقى الاستيفيشن the mode of arrangement of sepals and petals in flower bud with respect to other members of the same whorl which is known as استيفيشن. والديفينيشن ده برضه هو نفس الكلام، استيفيشن الديفينيشن ده استيفيشن او استيفيشن is the positional arrangement of the part، الترتيب المكاني بتاعهم بتاع parts of the flower within the flower but before it has opened. تمام تمام، هناخد اول نوع وبعد كده ايه هنجيلهم بالتفصيل. يعني اول نوع عندي اللي هو الايه الفالفيت. الفالفيت ده ابسط نوع خالص، مجرد ان انا بجيب البيتلز واحطهم جنب بعضهم، كل ورقه جنب الورقه الثانيه، كل بيتل جنب البيتل الثانيه اللي جنبيها بس مرصوصين، يا دوب بيلمسوا بعضهم او بيكون في جاب صغيره جدا بين الاثنين. يبقى الفالفيت وين ذا بيتل ان ذا وور، وور اللي قلنا الحلقه الرينج دي اللي مرصوص عليها البيتلز، ذا بيتلز اوف ذا وور لاي ادجيسنت تو ايتش اذر بيتل. اوكي، يبقى the petal اللي موجوده في الور لاي adjacent to each other petal and just touched it and just it touches it، يعني مجرد بس مرسوم جنب بعض وبتلمسها زي ايه. تعال نشوف هنا كده اهوت، ادي petal وادي petal وادي petal، هتلاقي كل الرسومات تقريبا فيهم خمسه، كلهم فيهم خمسات. تعال نشوف شكلهم كده تحت دوت الاليفيجن، شكل المسقط الراسي هنا اللي هنا المسقط ايه الافقي بنشوفها من فوق التوب فيو، هتلاقي في بيتل هنا كده والتانية جنبها والتالتة جنبها والرابعة جنبها والخامسة جنبها، يا دوب في جاب صغيرة مش لامسين بعضهم او احيانا بيلمسوا في بعض النقاط جاست تاتش، وغالبا في معظم الاحيان بيكون في سمول جابس بينهم وبين بعضهم، مفيش اوفرلاب زي اللي جنبها كده، في اوفرلاب ده نوع تاني. شوف هنا كده في دي جاية تحت دي ودي جاية فوقيها، اللي جت تحت المرة دي تحت دي هتلاقي الحرف بتاعها الناحية التانية هو اللي جه فوق
واللي بعدها هي اللي جت تحتيها وهكذا. دي كانت تحت، المره الجايه تبقى هي اللي فوق، ودي تبقى هي اللي تحت، ودي كانت تحت تبقى هي اللي فوق وهكذا. دي بيسموها نوع اللي هو ليه التويستد لاند اللي بعديها. بس خلينا دلوقتي نركز فين، في الفالفيت. تمام، انا جبت هنا بعض اكزامبلز بالنسبه للفالفيت برضه عشان اوضح الصوره. يعني ادي الفالفيت وده عند الفايف بيتلز 2 1 2 3 4 5. هنا واضح ان في سمول جابس بس بينهم وبين بعضهم، او جاست تاتشنج ايتش اذر، مفيش اوفرلاب بينهم وبين بعضهم، مفيش حاجه راكبه فوق الثانيه، اي حرف من هنا ولا من هنا. هنا برضو شكل تاني يوضح شويه الجابس بزوم اكبر شويه. هنا من فوق داخل البتل نفسها من فوق عشان نشوف الجابس اللي بينهم، فبيوريك ان مفيش اوفرلاب. يعني دي لوحدها، دي لوحدها، دي لوحدها، دي لوحدها، دي لوحدها. تمام، فكل واحده من دول ما بتلمس الثانيه، ودي بيسموها ايه اللي هو البتل او البيرينت لوبس. لوب يعني حلقه، يعني البيرينت لوب الحلقه القشريه او الغلافيه او الخارجيه. يعني دي مش لمسه، مفيش اي واحده فيهم لمسه الثانيه، او بجست ان هي تلمسها، بس مفيش اوفرلاب. يعني مفيش واحده راكبه فوق الثانيه في اوفرلاب بينهم وبين بعضهم. ودوت ابسط الانواع اللي موجوده عندنا اللي هو الايه، الفالفيت استيفيشن. تمام، النوع الثاني عندي اللي هو التويستد. احنا جست ان احنا ذكرنا كلمتين عنه كده. It is one in it، في حالة التويستد in it one part of the petal cover adjacent petal. يبقى one part، حتة من البتل، one side one edge منها cover the adjacent one، بيغطي اللي بعديها. And the other part is covered by the posterior part، والتاني هو بيتغطى باللي بعديها. تمام، البوستيريور اللي هي دي داخل، يعني واحد فيهم كده بره. تمام، والتاني حاجة هي بتغطيه، يعني تلاقي فين overlap بين الاثنين. يبقى twisted in one part the petal cover adjacent petal، بتغطي ال adjacent petal. تمام، and in the other part and the other part is covered by posterior petal، اللي بعديها. one margin of the petal overlap that of the next one، الحرف بتاع واحدة فيهم overlap التاني. تعال نشوف هنا عشان برضو نوضح، هي نوضح الصوره. لو انت شايف كده عشان تركز وتشوف مين الاوفرلاب مين، ركز في الحروف دي، لان ده احيانا ما تبص هنا على رسم زي دي، خاصه لو ابيض واسود او الالوان مش واضحه، ممكن لو بعد فتره طويله من التركيز ما تعرفش مين اللي فوق مين ومين اللي تحت الاوفرلاب. يعني فانت عشان تركز احسن ممكن تعرف تبص على الحروف دي، بتوضح اكتر يعني. فانت لو شفت هناك هتلاقي دي هي اللي جايه هنا كده، دي اوتسايد، ودي هي الانسايد. تمام، فدي بيسموها الانسايدر، ودي ايه، ودي اوتسايد. تمام، فدي كانت اوتسايد هنا، في الناحيه الثانيه هتلاقي دي بقت انسايد، واللي بعدها هي اللي بقت اوتسايد. دي كانت اوتسايد هنا، هتلاقي في الناحيه الثانيه هي الانسايد، والثانيه اللي بعدها هي الاوتسايد وهكذا. ودي كانت اوتسايد هتبقى هي انسايد. تمام، وهكذا كل واحده فيهم ورا الثانيه، واحده ورا الثانيه. وبرده نفس الكلام ده منظر ايه افقي عشان ايه يبين لك اللي البرينيت لوبس الموجوده وضعهم، كل واحده الاوفرلاب بينها وبين الثانيه. فدي هنا هي اللي فوق، ده بيسموها الانسايد، ودوت ايه الاوتسايد، ده انسايدر، وده الاي الاوت ايه الاوتسايدر. تمام، وهنا ايه برضو نفس الكلام. هنا برضو احنا بعدناهم شويه عشان يبين اكتر لو حد عاوز يركز على حاجه. دي هنا ايه، دي الانسايد، واللي تحت دي هتبقى ايه، دي الاوتسايد. يعني دي اصلا لو انت كملتها كده هتلاقيها جايه هنا كده، في اصلا ماشيه تحت دي، يبقى دي هي اللي تحت، بيسموها الاوتسايد او الاوتسايدر. الاوتسايدر دي بيسموها ايه، ما دام انت بتيجي تبص الورده ما بتدخلش جوه الورده وتشوفها من جوه من هنا كده، بتشوفها من تحت من بره من تحت من هنا كده، فدي الجهه الاماميه اللي بتشوف منها. فالحاجات اللي بره دي الخارجيه دي كلها الاوتسايد، هي دي بيسموها الانتيريور. انتيريور يعني الامامي. تمام، لكن الحاجات الانسايد اللي داخلها دي البوستيريور الخلفيه. تمام، دي الخلف، المركب البوستيريور معناها الحاجات الداخليه، الحاجات الايه الداخليه. هم هنا واحده فيهم بتبقى في ناحيه فيهم بوستيريور اللي هي داخله جوه، وناحيه فيهم ايه انتيريور، او ناحيه انسايد وناحيه اوتسايد. اوتسايد تمام. تمام، النوع الثالث عندي اللي هو كان ايه، الامبريكيت. الامبريكيت دي في منه اكتر من نوع، مش نوع واحد بس. الديفينيشن بتاعه او التعريف بتاعه بوجن عام بيقول لك when both margins of one petal are covered by other two petals and both margin of other one covered covers others. اوكي، يبقى انا كده عندي هنا ايه، بيقول لي ان انا بيكون عندي في بتل فيهم
بتغطي على اتنين تانيين جنبها، الحرف بتاعها بيغطي على اتنين تانيين جنبها، يبقى في واحدة بتغطي على الاتنين اللي جنبها، يبقى هي هتفضل هي اللي جوه، والاتنين ايه الاتنين هما اكسترنال تحتيها، تمام؟ وفي اتنين تانيين بيغطوا على واحدة، تمام؟ هنشوفها دلوقتي بالتوضيح. يعني في اتنين كل واحدة فيهم الحرف بتاعها بيغطي على واحدة، خلينا نشوف دي كده. هنا في حالة الامبريكيت، الامبريكيت قلنا في عندنا نوعين، في نوع اسندنج ونوع ديسندنج، بس احنا هناخد دلوقتي ايه الاسندنجلي او الاسندنج امبريكيت. لو احنا شفنا دي البتل دي هل هي كلها بره، يعني مش الحرف دوت والحرف ده الاثنين هما اكسترنال، الاثنين اوتسايد، الاثنين ايه اوتسايد، بيسموه ايه الانتيريور امامي، تمام؟ الاثنين دول ايه بره، شايف؟ يبقى عندي واحده غطت على اثنين overlapped two this one، من هنا this one overlapped this one and this one overlapped this one، فعندي one petal overlapped two، وفي المقابل عندي واحدة تانية العكس، الاتنين دول دي ودي، الاتنين دول overlapped دي غطوا على دي، تمام؟ يبقى في عندي اتنين petals عملوا overlap لواحدة، يعني دي بقت هي اللي بره من هنا ودي بقت هي اللي بره من هنا ودي هي الضحيه اللي جت في الوسط اللي هي الايه الاوفرلاب. يبقى في عندي تو بيتلز اوفرلابد واحده، وفي عندي واحده ثانيه هي اوفرلابد تو اوف ذم، تمام؟ فنرجع ثاني، هنرجع هنا ثاني بس خلينا نرجع الديفينيشن مره ثانيه عشان نشوف. يبقى الامبريكيت وين بوث مارجن اوف وان بيتل، يبقى عندي وان بيتل التو مارجنز بتاعتها اللي هو الباوندرز الحدود الخارجيه بتاعتها، التو مارجن بتاعتها are covered by the other two اللي هي دي، عندي one petal اهي التو مارجنز بتاعتها المارجن ده والمارجن ده متغطيين ب other two، شفت دي غطيته من هنا ودي غطيته من هنا covered by، يبقى دي covered الباوندري بتاع دي او المارجن بتاع دي ودي covered المارجن التاني بتاعتها، تمام؟ يبقى when both margins of one petal are covered by other two petals، يبقى كده اول كيس عندنا، الحاله الطلب الثاني او الشرط الثاني and both margin of another one okay covers the other، وعندي واحده ثانيه وعندي واحده ثانيه هي بقى التو مارجنز بتاعتها covered، سوري this one، عند واحدة تانية اللي two margins بتاعتها اللي هما دول covers others two others، يبقى دي المارجن ده covers دي والمارجن ده covers دي، يبقى عندي في الاسندنجلي امبريكيت حاجتين اتنين، واحدة فيهم covered two margins، يبقى دي واحدة ايه covers two margins، هنا المارجن بتاعها covered المارجن بتاع دي، ومن الناحيه الثانيه المارجن ده كفرد المارجن بتاع دي، تمام؟ لان هي دي هي اللي بره، هي اللي بره، تمام؟ طيب والواحده الثانيه ان في تو اذر بيتلز كفرنج المارجنز بتاعتها، هي اللي ضحيه، ماشي؟ الاثنين دول كفرنج المارجن بتاعتها، تمام؟ المارجن ده مضغط. اتمنى كده يكون ايه الديفينيشن واضح. نقراه مره ثانيه عشان لو في حاجه مش واضحه عند حد. When both margins of one petal and the two margins of one petal are covered by the other two petals. عندي two margins ده واحدة متغطين بtwo petals حواليها. تمام؟ دي هو بيتكلم على دي في الحلقة الأولانية. The petal two margins ده covered by two petals. And both margin of another one الاثنين المارجن بتاع واحدة تانية اللي هما دول دي واحدة التو مارجن بتاعتها بقى هما اللي مغطيين الاثنين دول، تمام؟ And both margins of another covers others. اوكي؟ اوكي. طب وبقية الحاجات، ما انا عندي خمسة، احنا دلوقتي بنتكلم على 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 كل دوت على تو بيتلز. التو بيتلز هما اللي هي دي واللي هي دي، طب وبقية التلاتة؟ التلاتة كلهم تويستد زي اللي فاتت بالظبط. زي توست، واحده فوق ناحيه فوق وناحيه تحت، ناحيه فوق وناحيه تحت، ناحيه فوق وناحيه تحت، وناحيه تحت. هناخدها دلوقتي هتكون اوضح من نيجي نشوف هنا كده. تعال نشوف هنا ايه
دي. لو انا ركزت قوي في الحروف دي، عشان لان انت لو ركزت مش عارف تميزهم يعني. شوف الحروف دي، هتلاقي دي بالكامل بره. شفت الحرف ده هنا والحرف ده هنا، فدي اوتسايدر اللي بيسموه انتيريور اوتسايدر، تمام. ودي الحرفين بتوعها الاثنين جوه. بص دي داخله تحتها من هنا ودي داخله تحتها من هنا. لو حد ركز في الحته دي هيلاقي ان دي داخله تحتها من هنا كده ودي داخله تحتها، فدي كلها انسايد، دي كلها انسايد. اللي على النقطه الصفراء دي، دي كلها انسايد، واللي على النقطه الصفراء دي، دي كلها ايه؟ اوتسايد، تمام. فهم دول الاثنين اللي احنا بنتكلم عليهم، ان في اتنين اللي هي دي ودي مغطيين على المارجنز بتاعت الغلبانه المسكينه دي، وعندي واحدة تانية قوية ومستقوية اللي هي دي، هي نفسها مغطية على الاتنين دول، تمام؟ طب والبقية بتاعتهم؟ البقية بتاعتهم عبارة عن واحدة تحت وواحدة فوق. يبقى احنا كده بص، دي في حرف ايدج مارجن هنا فوق ومارجن هنا تحت، في هنا ايه مارجن فوق وفي هنا مارجن تحت وهكذا، تمام؟ تمام. يبقى اما نيجي نتكلم على التركيبة أو التوزيعة بتاعتهم، هلاقي ان انا عندي، هلاقي ان انا في عندي 1 كلها، 1 كلها تحت اوتسايد، 1 كلها فوق اللي هو الانسايد. قلنا ايه الاوتسايد دوت هنسميه الاوتسايد، هنسميه والانسايد دوت هنسميه، قلنا الاوتسايد دوت هنسميه انتيريور، تمام. الاوتسايد هنسميه، خلينا بس اجيب غير البنسل عشان كده كلر تاني مختلف. اوكي دي كلها اوتسايد، اسميها ايه؟ اوتسايد يعني خارجي، يعني ناحية بره، يعني امامية، بسميها انتيريور. طب ودي كلها جوه في قلب الايه؟ دي كلها جوه في قلب الايه؟ في قلب الزهره من جوه، بسميها ايه؟ او بسميها انسايد، او باختصار بسميها ايه؟ بسميها ايه؟ فانا عندي نوعين، يبقى كده عندي ده خليني اكتب اول ايه؟ دي اوتسايد عشان بس ما انساش، دي اوت الحرفين بتوعها الاثنين دول، دول اوتسايد فسميتها ايه؟ انتيريور. ودي الحرفين بتوعها الاثنين دول انسايد فسميه ف ف ايه فدي بسميها ايه؟ بسميها اللي الانسايد. الانسايد دي ما بتبانش، انت بتبص من تحت ما بي ما بي ايه ما بتبانش، تمام. فسميها ايه؟ الخلفيه، الخلفية اللي هي البوستيريور، ودي الانتيريور يعني الأمامية. لما تيجي تبص من تحت من هنا كده هتشوف دي أول واحدة الانتيريور دي اللي هي الأوتسايد، ودي الخلفية. فدايما هتلاقي دي، تعال نشوف الديفينيشن اللي مكتوب هنا. الديفينيشن هنا بيقول لك، خلينا نقرأ الأول الديفينيشن لإيه؟ الإمبريكيت، وبعد كده نيجي الأسندنج إمبريكيت. الإمبريكيت بيقول في الديفينيشن بتاعه: when both margin of one petal are covered by the other by the others two petals، تمام. يبقى عنده 1 petal متغطي على الحروف بتاعتها ب 2 other petals، and both margin of another one covers the other، وعنده واحده ثانيه الحرفين بتوعها هم اللي covers the others، اوكي بيغطي على الثانيه. والريست are arranged in twisted manner، دوت كده اسمه ايه؟ امبريكيت. ايا كان نوع الامبريكيت بقى، مش تفرق معايا ascending descending، بس هو ده كده امبريكيت. يبقى في اثنين مغطيين على واحده وواحده مغطيه على المارجن بتاع اثنين، تمام. يبقى كده اسمه امبريكيت. طب الامبريكيت ده ascending او descending؟ ده هنشوف. الاسندنج امبريكيت قال لك ده posterior petal، والposterior قلنا يعني ايه؟ قلنا posterior يعني الخلفيه، يعني الانسايد الداخليه. posterior petal الورقه الداخليه is the inner innermost، هي اقرب واحده للقلب بتاع الايه؟ القلب بتاع الفلاور نفسها، تمام. اللي احنا قلنا عليه هنا كده اللي هي posterior دي، اللي هي دي. خلينا نمسح الهايلايت.
فانا عندي دي ايه؟ دي بوستيريور. تمام تمام يبقى دي البوستيريور دي اقرب واحده، ده انر موست، اقرب واحده للقلب بتاعها، ده انر ايه؟ ده انر موست، اقرب واحده ايه للقلب بتاعها اللي هي البوستيريور دي، دي تمام اللي هي الانسايدر. هو ده الديفينيشن المكتوب هنا. في ديفينيشن تاني يمكن يعني اوقع شويه او احس شويه اوضح شويه، يعني الامبريكيت استيفيشن از استيفيشن ان ويتش وان بيتل and one sepal is internal or overlapped on both the margins. تمام؟ ده التعريف in general بتاع الايه؟ ال imbricate activation is the activation in which one petal or sepal، اي واحدة يعني petal or sepal، احنا هنا بنتكلم معظم الاكزامبلز عندنا على ال petals، in which one petal is internal or overlap on both the margin. هتلاقي عندي واحده من الحرف من حرفين بتوعها عامله اوفرلاب من هنا واوفرلاب من هنا، ده ان جنرال الديفينيشن بتاعها. هو هنا كان بيتكلم عن الديفينيشن ان هي في عندي واحده بتغطي المارجن، التو مارجن بتوعها بيغطوا اثنين تو كار بتغطي اثنين تو بيتلز، واحده تو بيتلز بيغطوها. تمام. امال الاسندنج امبريكيت قال لك هير ذا اود بيتل از بوستيريور. تمام. في واحده كده غريبه عنهم هتلاقيها بوستيريور. بستر يعني ايه؟ بستر يعني خلفيه اللي هي اللي قدام احنا قلنا عليها. تمام؟ اللي انا كتبت على بستر دي هتلاقي ايه؟ هتلاقيها ايه؟ دي كانت داخليه جوه، هتلاقي ايه؟ هي دي البستيريور. تمام؟ هتلاقي بالكامل داخل الفلاور. Here is the odd bitter is posterior and completely inside، وبالكامل كلها inside the flower. فبيسموها انسايدر او بيسموها بوستيريور. تمام يعني خلفيه. اند وان اوف ذا انتيريور، واحده من الاماميه. تمام. البيتلز الاماميه از كومبليتلي اوتسايد، يعني عندي واحده بالكامل بره، واحده بالكامل كومبليتلي انسايد. باختصار يبقى كده اسمه اسندنج. طب ليه سموه اسندنج؟ لو حد كان بيدرس بالناس بالعربي فاحسن ان احنا ايه برضه نوضح له. كلمه اسندنج يعني تصاعد، يعني تبدا 1 وبعدين 2 وبعدين 3 وبعدين 4، ما بتبداش 4 وبعدين 3 وبعدين 2 وبعدين، ده اسمه تنازلي لكن ده اسمه تصاعدي. تمام. فالتصاعدي يعني بيبدا من الصغير للكبير، فعشان نحفظه برضه طريقه للحفظ، يعني حد عاوز يحفظ اسندنج بتبدا بحرف الايه؟ حرف الايه ده اول حروف الهجائيه، يعني فيرست الفابيتيكال ليتر اللي هو 1 وبعدين 2 وبعدين 3 وبعدين 4 وهكذا لحد 26 حروف الهجائيه. فده عند الاسندنج اللي هو ايه؟ اول حرف في الحروف الايه؟ الهجائيه. تمام. فيبقى الاسندنج تصاعدي. فانا عندي اصلا هنا لو انت شفت الارنجمنت بتاعتها عامله ازاي، هلاقي عندي واحده كلها تحت واحده كلها ايه، واحده كلها واحده كلها جوه واحده كلها بره، والثلاثة التانيين توستد عادي، يبقى 1 بلس 1 بلس 3 ارينجمنت. هتلاقي بتبدا ب 1 وبعدين تبدا ب 1 ارقام صغيره وبعد كده 3 في الرقم زاد، فده بيسموه ايه؟ الاسندنج ارينجمنت، 1 بلس 1 بلس 3. اتمنى كده يكون الجزء ده واضح، ونشوف صفحه بعدين ان شاء الله.